وإنما الروح هي التي ينالها العذاب أو النعيم. انفصلت أيام كانت روح مع الجسد، العذاب والتنعيم لهما معا ولا لا؟ ما تقول أنا روحي فارحة مصورة مطلع، وإنما الآلم هذا في جسمي. لا بد روحك مع جسمك. مرة ثانية قال: وفي عرف الدين البرزخ ما هو؟ هو الحياة المجردة عن النعيم أو الشقاء، عن النعيم أو الشقاء الجثماني الذاتي البدني التي تستقل فيها الروح عن الجسد. إذ الحيوات ثلاث: حياة أولى وحياة ثانية وحياة ثالثة. الحيوات كم؟ ثلاثة. والله العظيم الحياة الأولى هذه، حياة الثانية الوسط بين الأولى والثانية البرزخ، والحياة الثالثة الدائمة الخالدة الباقية. قال: الأولى، الحياة الأولى هي الحياة الدنيا، هذه أول حياة ولا؟ كلكم قبل 100 سنة ما كان واحد حي ولا موجود، أليس كذلك؟ والآن أنتم أحياء، هذه الحياة الأولى. قال: والتي تسعد أو تشقى فيها الأرواح مع الأجسام، هذه الحياة الدنيا تشقى وتسعد فيها الأرواح مع الأجسام. جسم الإنسان يشقى أو يسعد مع روحه، وروح تسعد أو تشقى مع البدن، ما في انفصال. قال: الحياة الأولى هي الحياة الدنيا والتي تسعد أو تشقى فيها الأرواح مع الأجساد القائمة بها والحالة فيها. أرواحنا حالة فين؟ في أبداننا. أرواحنا قائمة بماذا؟ بأجسادنا. هذه الأولى. الثانية، الحياة الثانية حياة البرزخ، وهي الحياة التي تنفصل فيها الأرواح عن أجسادها التي كانت تعمرها وتسكنها، ويستقل فيها الروح عن الجسد بالنعيم أو العذاب، وسواء وجد لها في العالم العلو هياكل تناسبها فتحل فيها مؤقتا أو لا يوجد لها ذلك. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ أعيدها وتأملوا. قال: الحياة الثانية هي حياة البرزخ، وهي الحياة التي تنفصل فيها الأرواح عن الأبدان التي كانت تسكنها، أليس كذلك؟ ويستقل فيها الروح عن الجسد إما بالنعيم أو العذاب، وسواء وجد لها في العالم العلوي هياكل تدخل فيها وتناسبها فتحل فيها مؤقتا أو لا يوجد لذلك هيكل ولا شيء. هنا قلنا في الهامش في هذه العبارة إشارة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حياة الشهداء التي أثبتها لهم القرآن، إذ قال تعالى: نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يأكلون ويشربون يرزقون. فسألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أرواحهم أي الشهداء. أخشى بعض الشبيب الآن يقومون بالجهاد بين المسلمين. الجهاد لا بد وأن يكون تحت راية إمام المسلمين، وأن يكون من أجل إعلاء كلمة الله، أي بأن يعبد الله وحده في الأرض.
ما هو الجهاد؟ غضب. هذا الجهاد الذين يستشهدون فيه، اسمع الخبر عن سيد البشر، أرواحهم في جوفه طائر خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل مؤقتا أيام البرزخ قبل أن تخلق لها أجسادها في اليوم الثاني يوم القيامة. وورد أيضا في الموطأ عن مالك، والموطأ كما تعرفون عنها كانت أصح من البخاري ووجدت قبله، لأن مالك روى عن 300 من التابعين و600 من تابع التابعين. يقول أرواح المؤمنين أو نسم المؤمنين في طير في الجنة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. وإنما أرواح الشهداء أفضل، أما أرواح المؤمنين أين هي؟ في الجنة في صورة طير. مرة ثانية قال الثاني: حياة البرزخ، وهي الحياة التي تنفصل فيها الأرواح عن أبدانها التي كانت تعمرها، ويستقل فيها الروح، الروح يذكر ويؤنث، يستقل وتستقل، ويستقل فيها الروح عن الجسد بالنعيم أو العذاب. وأرواح الكافرين والمشركين أيضا في عذاب، يخلق الله لها هياكل أخرى. هؤلاء فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا حتى تقوم الساعة، لا بد أنها هياكل فيها. قال: وسواء وجد لها في العالم العلوي هياكل تناسبها فتحل فيها مؤقتا أو لا يوجد لها ذلك، غير مهم، لا بد وأن يجري عليها العذاب والنعيم في أي صورة كانت. والثالثة، ما المراد من الثالثة هنا؟ نسينا الحياة الثالثة أو تشكون؟ الحيوات ثلاث، الأولى هذه والبرزخ أهل البقيع، والثالثة يوم القيامة. قال: والثالثة الحياة الآخرة، وهي التي تعود فيها الأرواح إلى أجسادها التي كانت لها في الحياة الأولى. الحياة الثالثة هي التي تعود فيها الأرواح إلى أجسادها التي كانت لها في الحياة الأولى وانفصلت عنها بالموت. أليس الموت هو الذي فصل الحياة الروح عن البدن؟ قال: فالحياة الثانية بين الأولى والثالثة هي حياة زيد البرزخ. قال: إذ هي حد فاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. حياة البرزخ هي الحد الفاصل وإلا لا بين الحياتين، كالأرض التربة اليابسة بين بحرين هي الفاصلة بين البحر هذا والبحر هذا، هذا هو البرزخ. قال: وهي عبارة عن عملية تربص وانتظار. حياة البرزخ هي عبارة عن تربص وانتظار للوقت المعهود حيث تعود الحياة من جديد، وهي عبارة عن عملية تربص وانتظار. والغرض منها والهدف لها اجتماع الأرواح وتكاملها استعدادا للدخول في الحياة الآخرة.
الآن أرواح من مات موجودة ولا لا؟ تنتظر ماذا؟ أرواحنا عندما يبقى روح استراحوا ودخلوا في الحياة الثانية. أرواح آبائنا وأجدادنا إلى آدم هي في تربص انتظار ولا لا؟ يوم ما يكمل كل بني آدم انتهت الحياة، الحياة الثالثة الأخيرة. فالآن أموات العالم في انتظار وتربص ولا لا؟ حتى يرد الله هذه الأرواح إلى أجسادها. قال والغرض من هذا البرزخ هو اجتماع الأرواح وتكاملها استعدادا للدخول في الحياة الآخرة. وذلك أن الحياة الأولى قامت على أساس الإيجاد المتلاحق، فيخلق الله تعالى الجسد والروح على طريقة معينة في الخلق، فيعيش ذلك المخلوق عاملا بما خلق له زمنا معينا، ثم تجري له عملية انفصال الروح عن الجسد وهي ما يسمى بالموت، فيموت ويحفظ له عمله في ديوان خاص ليجزى به في الحياة الآخرة إن كان قد مكن من العمل ببلوغه من حياة زمن التكليف، وهو سن الرشد ببلوغه عاقلا وسميعا وبصيرا. لأن الذي يموت قبل البلوغ ما يحاسب، والذي يولد لا يبصر ولا يسمع كيف يكلف؟ لا يحاسب. من ولد أعمى لا يبصر وأصم ولا يسمع كيف يكلف؟ قل له صلي كيف يفهم؟ ما يشاهد ولا يسمع قل لي كيف؟ هذا لا يكلف. مرة ثانية تأملوا. قال ويحفظ له عمله. من هذا الذي يحفظ له عمله؟ أنا لما أموت وأنت يحفظ هذا العمل فين؟ في سجل ماذا؟ قال في ديوان خاص. لماذا يحفظ له في هذا الديوان الخاص؟ ليجزى به متى؟ في الحياة الآخرة إن كان قد مكن من العمل ببلوغه وهو سن رشد وهو عاقل، بلوغه عاقل أيضا وسميعا بصيرا. ولما كان الخلق في الحياة الدنيا يأتي متلاحقا جيلا بعد جيل، هذا يوجد وذاك يعدم، إلى أن ينتهي الخلق الذي قدر الله خلقه وإيجاده في الحياة الدنيا، ويومها يحدث الانقلاب الكوني العظيم الذي تنتهي فيه حياة وتبتدئ فيه أخرى. فهمتم ولا لا؟ أعيد القول. قال ولما كان الخلق أي الخلائق في الحياة الدنيا يأتي متلاحقا ولا لا؟ جيل بعد جيل، متلاحقا جيلا بعد جيل، هذا يوجد وذاك يعدم وإلى لا؟ إلى أن ينتهي الخلق الذي قدر الله خلقه. أو يوجد خلق قدر الله ما يوجد؟ مستحيل. وإيجاده في الحياة الدنيا ويومها ويومئذ يحدث الانقلاب الكوني العظيم، تتبخر فيه السماوات والجبال والأرض وكل ما فيها، وتعود سديما وبخارا، ونستقبل حياة جديدة في عالم غير هذا العالم. وقال ويومها يحدث الانقلاب الكوني العظيم الذي تنتهي فيه حياة وتبتدئ فيه حياة أخرى الخالدة الباقية. قال أقول إنه لما كان الخلق يجري على ما ذكر كان لابد من وجود حياة وسط بين الحياتين. إذا كان الخلق كما بينا جيل يوجد وجيل يعدم،
لا بد من حالة وسط وإلا لا؟ لا بد من حياة وسط بين الحياتين تجتمع فيها الأرواح بعد انتهاء مهماتها التي خلقت لها في الحياة الدنيا. ما مهمات الأرواح في الدنيا؟ العمل، الكسب، الذكر والشكر أو النسيان والكفر. وعندما يتكامل جمعها وعندما يتكامل جمعها يعيد الله تعالى لها أجسادها التي كانت لها ويبعثها فيها لتتلقى جزاءها في الحياة الآخرة من نعيم أو جحيم. هذه الأجساد تفنى وإلا لا؟ اللهم إلا أجساد الأنبياء والشهداء وأهل القرآن والمؤذنون الذين لا يأخذون على الأذان أجرا. المؤذنون الذين لا يأخذون على الأذان راتبا أو حتى صدقة، هؤلاء أجسامهم لا تبلع ولا تفنى. والشهداء بحق الذين استشهدوا في سبيل الله حيث أمرهم الله بالاستشهاد والجهاد، والأنبياء ومع هذا أجسام تحفظ كرامة لهم وتخلق خلقا جديدا. إذ ننبت كما ينبت البقل في الأرض، أجسادنا تطول كأجساد أبينا آدم لما خلقه الله تعالى، وكان طوله 60 ذراعا 30 متر كل البشر. ننبت كما أخبر رسول الله كما ينبت البقل، ما تعرفون بذرة البصل كيف تكبر، والخردلة لأن أصبح خردل فيها ذراع تحت الأرض تطول. ينزل الله من السماء أي من فوق ماء كمني الرجال فتتشقق له الأرض التي أصبحت صعيدا واحدا، وهي محتفظة بذلكم العظيم الصغير المسمى بعجب الذنب. هذا عظيم صغير لا إلا بالمجهرات ومكبرات النظر، ويوجد في آخر خرزة من خرزات الظهر، ومنه ننبت كما ينبت البقر. قولوا آمنا بالله. فلما تكتمل الأجسام ينفخ إسرافيل عليه السلام الأرواح فتنزل فتدخل كل روح في جسدها، والله ما تخطئ. وضربنا لهذا مثلا مع العوام ليفقوا، قلنا لهم كنا في قرانا السابقة نجمع الماعز للراعي في ساحة في حوش فيأخذ يرعى به على 100 على كيلو 10 حول البلاد، وإذا جاء المساء يأتي بالماعز 1200 عند باب القرية فقط، ووالله كل عنزة تأتي إلى بيت صاحبها ولا تقطع ولا تغلط حتى في الباب. إذا كان هذا في المعز في الدنيا فكيف بالأرواح التي أرسلها الله عز وجل لتحتل تلك الأبدان الجديدة. أقول إنه لما كان الخلق يجري على ما ذكر كان لابد من وجود حياة وسط بين الحياتين تجتمع فيها الأرواح بعد انتهاء مهماتها التي خلقت لها في الحياة الدنيا. من السامعين يذكر لنا سر الحياة وعلتها؟ لا أهل الدرس لا، نريد من المستمعين
ما فيه. قل لا تمشي، الطاعة لمن؟ جواب ناقص، ما زلنا نقول سر الحياة، لما هذا الوجود؟ لما هذه السماوات؟ لما هذه الجنة؟ لما هذا النار؟ لما الشقاء؟ لما السعادة؟ كل ذلك له حكمة واحدة، أن يعبد الله بالذكر والشكر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كفر الله ونسيه هلك، ومن آمن به وذكره نجا وسعد. هل يوجد شيء في العالم ما له سر، ما له حكمة؟ هل يسمع؟ لماذا وجدت؟ وأنت لما وجدت؟ لتغني وتزغرد؟ أوجدك من أوجدك لتذكره وتشكره، فيرفعك ويعليك ويسعدك أبدا. أغمضت عينيك وتعطى راسك ومشيت وراء الكلاب والذئاب من الشياطين وتركت بك وشكره، المصير معروف، عالم الشقاء الأبدي. قال تجتمع فيها الأرواح بعد انتهاء مهماتها التي خلقت لها في الحياة الدنيا، وعندما يتكامل جمعها يعيد الله تعالى لها أجسادها التي كانت لها، ويبعثها فيها لتتلقى جزاءها في الحياة الآخرة من نعيم أو جحيم. فالحياة الدنيا إذن هي حياة عمل، والحياة الآخرة هي حياة قولوا جزاء. والحياة الوسط بين الحياتين هي حياة البرزخ، كذا ولا لا؟ وهي حياة تربص وانتظار حتى يكتمل العدد. كعندك ضيوف وصل 10 20 30 انتظروا حتى يكتمل العدد، انتظروا جاء 10 حتى ينتظر العدد، فإذا كمل العدد عشيتهم أو غديت. فهذه الحياة حياة انتظار فقط وتربص حتى ينتهي العدد، ما تقوم الساعة والناس ما زالوا ما خلقوا ولا وجدوا بعد وما ماتوا. قال وهي حياة تربص وانتظار. قال الله تعالى من سورة آل عمران تقريرا لمبدأ أن الحياة الأولى حياة عمل لا جزاء، وأن الحياة الآخرة حياة جزاء لا حياة عمل، لا صيام فيها ولا صلاة، لا جهاد ولا اعتكاف. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. من ينقض هذا الحكم؟ أمريكا، روسيا. كل نفس ذائقة الموت. في من تخلف هذا الحكم؟ كيف ينكرون وجود الله وهم أعجز ما يكونون من الحيوانات؟ من ينقض هذا الحكم؟ حاولوا أن يبقى ليلين حي، حتى اشتراك العرب حاولوا أيضا زعمائهم أن يحيوهم ما يموتون، وماتوا رغم أنوبهم. كل نفس ذائقة بلا استثناء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيها العمل يوم القيامة. أما الجزاء ليس اليوم أبدا، فقد تعبد الله وتصوم وتصلي وتعيش بقيا، تعبد الله وتذكره وتعيش مريضا، تعبد لا تعبد الله ولا تشكره وتعيش غنية صحيحة. لأن الدار ما هي دار جزاء، دار عمل.
وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة هكذا فقد فاز. أعجب للعوام ما يحفظون هذه الآية وتكررت آلاف المرات، لماذا ما نحفظها؟ حرام علينا يعني؟ لماذا نحفظ الأغاني والأباطيل؟ سامحنا يا شيخ لا تقول هذا الكلام فينا، لكن نتألم على أنفسنا. لمن ما نحفظ؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، أن تبعد عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، خيالات وأوهام، رؤى وأحلام فقط، وتنكشف الحقيقة وتجد نفسك في عالم الخل في يوم القيامة. أما هذه متاع الغرور. قال المؤلف غفر الله له ولكم: والسؤال الآن هو هل في حياة البرزخ، وهي حياة علمنا أنها تستقل فيها الأرواح عن الأبدان من نعيم، هل لهذه الأرواح من نعيم يجري على الروح فتسعد في فترة تربصها، أو عذاب تشقى به مدة حبسها وانتظارها؟ والجواب نعم، وسيأتي تفصيله في الدرس الآتي. قال: مراحل جريان النعيم أو العذاب على الروح في البرزخ. مراحل، ليست مرحلة واحدة، مراحل جريان النعيم أو العذاب على من؟ على الروح في البرزخ، في الحياة بين الحياتين. فصل لنا يا شيخ. الجواب: المرحلة الأولى عند الموت ونزع الروح، عند الموت ونزع الروح مرحلة هذه، وفيها النعيم وفيها العذاب. ووالله إننا لمقبلون عليها، أحببنا أم كرهنا، فتهيأوا. المرحلة الأولى عند الموت ونزع الروح من الجسد. قال: إن نعيما أو عذابا يتم للروح عند نزعه بواسطة ملائكة رحمة أو عذاب، يتم هذا النعيم أو العذاب بواسطة، واسطة من؟ ملائكة، ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، كما جاءت الأخبار الصادقة الصحيحة بذلك، كما جاءت الأخبار الصادقة الصحيحة بذلك، وهي في القرآن الكريم. يقول الله تعالى من سورة الأنفال بين الأعراف والتوبة ماذا يقول؟ اسمع وتأمل: ولو ترى يا عبد الله السامع، ولو ترى لهالك الموقف وأفزعتك الرؤيا، ولو ترى إذ يتوفى، أي يميت، إذ يتوفى الذين كفروا بالله ولقائه، بالله وكتابه ورسوله، هؤلاء لو تراهم والملائكة تتوفاهم لما أطقت أن تنظر أو تسمع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
من وراء ومن أمام، أخرج روحك. ويقولون مع الضرب على الوجوه والوراء والظهر وذوقوا عذاب الحريق. والتعليل، قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت أيديكم من الكفر والمعاصي والجرائم الموبقات، ما ظلمهم الله أبدا، فما الله بظلام للعبيد. اسمع، يقول تعالى: ولو ترى، لا نقول يا رسولنا بل نقول أيها السامع، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. ما ذنب ذلك بما قدمت أيديكم في هذه الحياة من الجرائم الموبقات والذنوب والآثام، وأعلاها الكفر إذ هو الطامة التي عنها يتولد كل ذنب ومعصية. وأن الله ليس بظلام للعبيد. من هم العبيد؟ نحن كلنا عبيد، حاشا لله أن يظلم عبده، ما هو في حاجة إلى ظلمه، غني غنى مطلقا. ولكن لما يفسق العبد ويفجر وينحرف يفسد ويهبط، الجزاء هو العذاب، لأنه ما هو بأهل للنعيم المقيم. هذه الآية دليل على عذاب البرزخ ولا لا؟ ثانيا، يقول عز وجل من سورة الأنعام صاحبتنا الميمونة، يقول: ولو ترى لهالك الأمر ولما أطقت. ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون من هم الظالمون؟ الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها، بدل أن يذكروا الله ذكروا الشيطان، بدل أن يطيعوا الله أطاعوا الشيطان، بدل أن يستقيموا عوجوا، بدل أن يأمنوا خانوا، وهكذا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ما هي غمرة واحدة، غمرات، وإنا لمقبلون عليها، فاسألوا الله العافية. ولو ترى يا عبد الله إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم، ما إن يشاهد الروح ملك العذاب حتى يتوزع في الجسم كله. في نظري أن لا يتمكن منه ملك الموت لإخراجه. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة والاحتقار والذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. نسأل الله ألا نكون من هذا النوع. اسمع الجريمة لتحمد الله إن كنت بعيدا عنها، ولتسأل الله أن ينجيك منها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا يقدم لهم الحلاوة يعني بالضرب، ما تقدم في آية الأنفال الضرب إلا وجوههم وأدبارهم. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، خارج نفسك أنت بالقوة، لأن النفس انتشرت في الجسم كله. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بسبب ماذا؟ اسمع الذنب، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أولا يكذبون على الله ويقول الباطل، كل المشركين قالوا هذا، نسبوا إلى الله الباطل وقالوا هو الذي أذن لنا أو أمرنا أو سمح لنا. وكل من يقول على الله غير الحق لمصالح دنوية أو بدنية أو شهوات أو إلى ذلك فهو من هذا القبيل. وكنتم عن آياته تستكبرون، لا تصغون تسمعون ولا تنتفعون بها. وكنتم عن آيات الله عن آياته تستكبرون، لا يقرؤونها ولا يسمعون ولا يعملون بها ولا يحفظون، في كبرياء. وهذا منظر قد يشاهد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يموت الفرد وحده ولا معه عشرة؟ ولقد جئتمونا واحدا واحدا، ما كتلة ولا جيش عرمرم، فرادى كما خلقناكم أول مرة. أو يأتي الرجل بماله وسلاحه ورجاله؟ لا، يأتي بجسمه فقط، حتى الثوب ينزع، ما معه مال ولا رجال ولا سلطان ولا دولة ولا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما منحناكموه وأعطيناكموه من المال والولد والسلطان ورجال القبيلة والجيش، كله خلفتموه وراءكم. أو يأتوا بشيء معهم ولا ريال واحد. وتركتم ما خولناكم أي وهبناكم وأعطيناكم وراء ظهوركم، من وراء في الدنيا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ما رأينا لا عيسى ولا أمه، لا عبد القادر ولا سيدي بدوي، أين هم؟ ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، تلك الصلاة تمزقت وروابط انحلت، وضل عنكم ما كنتم تزعمون أننا وأننا وأننا. هذا الموقف وحده يكفي. أين يتم هذا يوم القيامة؟ في حياة البرزخ بعد الموت. قال فقوله باسطوا أيديهم دال على أن الملائكة تعذب المحتضر الكافر أو الفاجر بضربه على وجهه وظهره، كما هو صريح قوله تعالى في آية الأنفال المتقدمة، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا العذاب عند الموت وحال النزع هو بالنسبة إلى ذي الروح الخبيث من أهل الكفر والإجرام، وأما بالنسبة إلى ذي الروح الطيب الطاهر من المؤمنين المتقين فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن الصادق الإيمان إذا كان في انقطاع من الدنيا
وإقبال من عن الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط أي طيب من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، كما تسيل قطرة الماء من فم السقاء. وأما ذو الروح الخبيثة المنتنة من الكافرين والمنافقين فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، المسوح كفن من النار لا تسأل عنه، فيجلسون معه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حديد والصوف مبلول يضربون به الصوف، من ينتزعه من الصوف يلعق به كل صوف الحديث. الآن هذا عذاب البرزخ ونعيم، الأرواح صنفان خبيثة وطيبة ولا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المرحلة الثانية، هذه المرحلة عند الوفاة ولا لا؟ المرحلة الثانية بعد الوفاة، فهيا بنا. قال: النعيم في القبر أو العذاب، هذه المرحلة الثانية في القبر، الأولى كان في بيت الميت على سرير الموت في المستشفى أو في منزله. قال: القبر أول منازل الحياة الثانية، القبر أول منازل الحياة الثانية، وهو العتبة للدار الآخرة. عتبة الباب تعرفونها ولا؟ عند الباب الموت القبر هو العتبة للدار الآخرة، منها إلى الدار الآخرة. قال: وهو العتبة للدار الآخرة، ويجري فيه النعيم والعذاب على الروح والجسد معا، هذا في القبر، في الساعات الأولى منه فقط، ثم تستقل الروح بهما أي بالعذاب أو النعيم دون الجسد، الجسد يفنى. إن نعيم القبر أو عذابه ثابت بالدليلين العقلي القياسي والنقل الشرعي الديني. فالدليل العقلي يا أرباب العقول هو عدم استحالته، ما هو بمحال، وما لم يكن مستحيلا فهو جائز، فعذاب القبر إذا ونعيمه جائز، ما في ما تقول مستحيل. إذ ثبوت النعيم أو العذاب للميت في القبر لا يوجب تصوره تناقضا عقليا، ما في تناقض حتى نقول هذا مستحيل. وثانيا ما علمه كل إنسان منا
وعرفه من نفسه المرات العديدة من رؤى منامية يرى فيها نفسه في نعيم كامل لا يؤسف إلا أن ينقطع عنه بالاستيقاظ، أو عذاب شديد لا ينهيه عنه إلى الاستيقاظ من نومه، بل يبقى أثر رؤية في نفس المرء فترة من الزمن خيرا كان أو شرا، وهو جالس في بيت نائم على فراشه يرى العذاب ويرى النعيم. من ينكر هذا؟ هذا يجري على الروح وإلى البدن على الروح. وأما الدليل النقلي الذي وأما الدليل النقلي الديني الثابت بالكتاب والسنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن ملك الموت إذا أخذ روح العبد المؤمن لم تدعها لم تتركها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذها، طرفة عين ما تبقى، ما إن يأخذها ملك الموت في كف طرفة عين يأخذها ملائكة الرحمة احتفالا بها. قال ويضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، وتقدم هذا بالحديث، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ما أطيب روح هذا المؤمن. ثم قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ أي جماعة من الملائكة إلا قالوا ما هذا روح الطيب، فيقولون لهم فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها مواكب. قال فيستفتحون له فيفتح له فيشيعونهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا عبدي في عليين أي في أعلى درجة في الجنة وأعيدوه إلى الأرض في جسده. وقرأوا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال وأعيدوه إلى الأرض في جسده، أعيدوا الروح إلى الأرض للجسد، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام. يا ويح من قال ديني المسيحية أو النصرانية، ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. من الجائز أن يعرض لهم عرض سينمائي يشاهدونه، الآن ما أصبح هذا غير معقول. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله وآمنت به وصدقته، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتح له بابا في الجنة. قال فيأتيه من روحها ورائحتها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟
فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح، أنا صيامك، أنا صلاتك، أنا برك وإحسانك، أنا جهادك وصبرك، أنا عملك الصالح. يصاغ في صورة رجل ويأتي بالبشرى. قال فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ربي أقم الساعة حتى يجمعني الله بأهلي ومالي. قال وفيه أيضا أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن ملك الموت إذا أخذ روح العبد الكافر لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوع الأكفان من النار، وتخرج منها كأن تني جيفة ووجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. استشهد الرسول بالآية. فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. قال فيقولان له ما دينك؟ فيقول لا أدري. قال فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضواعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول أنا عملك الخبيث. معشر المستمعين والمستمعات، تعرفون العمل الخبيث وإلا لا؟ الذي ما أذن الله بفعله ولم يسمح به وتوعد به فوالله لهو العمل الخبيث، فما هو عمل ولا عشرة. أنا عملك الخبيث. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه إذا قام دخل في العذاب الذي لا نهاية له، ربي لا تقم الساعة. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبا لو ضرب بها جبل كان ترابا.
ثم يقيض ثم فيقول أولاد نعم ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة أي حديدة كبيرة لو ضرب بها جبل من جبال الدنيا لكان ترابا فيضربه ضربا فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين أي الإنس والجن إذ لو سمعنا كل ساعة صوت من العذاب ما كفر أحد أقبلنا كلنا على الله وتوقفت الحياة. قال البراء بن عازب راوي الحديث ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار ويبقى هكذا إلى أن تقوم الساعة. هذه حياة البرزخ وإلا لا في القبر. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اسم أحد الملكين يقال له منكر وأن اسم الثاني يقال له نكير. منكر ونكير يأتيان للعبد الصالح المؤمن التقي في أجمل صورة وأحسنها ويأتيان في أبشع صورة أقبحها للفاسق والكافر. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اسم أحد الملكين يقال له منكر وأن اسم الثاني يقال له نكير. والأمة تعرف هذا النساء والرجال منكر ونكير وأنهما يثيران الأرض بأنيابهما. الأرض يثيران يلجفان الأرض بشفاهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيجلساني ويتم السؤال والجواب كما تقدم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا مراحل النعيم والعذاب على الروح في البرزخ ولا لا؟ أولا عند الموت والثاني في القبر إلى يوم القيامة ثم يبعث الله الخليقة من جديد ويتم الحساب ويعقبه الجزاء. أهل الكفر والشرك والإجرام والظلم مصيرهم معلوم بالضرورة. عالم سفلي هو سجين حيث كتبهم فيه. أهل الإيمان والتقوى أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة هؤلاء هم في جوار الرحمن عز وجل في الملكوت الأعلى في دار السلام. فهيا نتحرك حركة تجدينا إلى متى ونحن في غفلتنا. هيا نحاسب أنفسنا عندما تأوي إلى فراشك بالليل حاسب نفسك ماذا فعلت ماذا قصرت ماذا ارتكبت أو تركت. وهذا هو شأن الألباء العقلاء أصحاب الفوز والنزيح هذه الغفلة من على قلوبنا. من استطاع أن لا يترك ذكر الله إلا في الحمام فليفعل فقط. إذا دخلت المرحاض لا تذكر الله. أما خارج المرحاض أنت تمشي أنت راكب أنت تأكل دائما أنت مع الله عز وجل. هذه آيات الفلاح وعلامات الفوز. وويل للمعرضين عن ذكر الله المنصرفين عنه. بعد انتهاء هذه الفترة تودع الروح البشرية في مستودع خاص للرحمة أو مستودع خاص بالعذاب. لما تنتهي فتنة القبر ويسعد المرء أو يشقى بما يتجلى له ويظهر الروح تنقل إلى مستودع إما في عليين إن كانت زكية طاهرة
وإما في سجين إن كانت خبيثة منتنة. ولا ننسى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: بعد انتهاء الفترة هذه تودع الروح البشرية في مستودع الرحمة أو العذاب في عليين أو في سجين. واقرأوا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إلا أن كتاب عليين في عليين في السماء السابعة، وكتاب سجين في سجين في دركات الكون السفلى لا يقضي العقل على إدراك بعدها. سجين وعليون. قال: بعد انتهاء الفترة هذه تودع الروح البشرية في مستودع الرحمة أو العذاب، أي في عليين أو في سجين، وتبقى هكذا مرهونة محبوسة في ذلك المستودع إلى يوم يبعثون. أين أرواح آبائنا وأجدادنا؟ إما وإما إلى يوم يبعثون، حيث يعيد الله تعالى الأجسام بعد فنائها ويأذن للأرواح أن تدخلها. الأرواح محتفظ بها والأبدان فنيت، فإذا أراد الله الدار الآخرة إذن أعاد الأجسام كما كانت، فإذا تم إيجادها أمر الأرواح أن تدخل كل روح في جسدها، والله ما تخطئ. قال: بيد، أي غير أن للأرواح، وسواء كانت في عليين مستودع الأخيار أو في سجين مستودع الأشرار، هذه الأرواح في مستودعتها لها اتصال مباشر بالقبر الذي ضم رفاة صاحبها في عليين، ولها اتصال مباشر بالقبر الذي دفن فيه صاحب تلك الروح. في سجين في الدركات السفلى من الأكوان، ولا اتصال مباشر بالقبر التي فيه كان في ذاك الجسد وفني وبلي. قال: بيد أن للأرواح، وسواء كانت في عليين مستودع الأخيار أو في سجين مستودع الأشرار، اتصالا مباشرا بالقبر الذي ضم رفاة صاحبها وأودعت جثته فيه. الأبدان الأجسام فين تودع؟ أنا نودع في المقبرة في القبور، نودع فيها، وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم اليوم بين محطتي الإرسال والاستقبال. المؤمنون بحق آمنوا بما علمتم قبل أن يعرفوا أن هذا اللاسلكي والاتصالات، أما اليوم الذي ينكر هذا كالذي يقول ما فيه لاسلكي كذب، يقال في مجنون هذا أو معتوه لا قيمة له. فلهذا إن يوما قريب لا يقبل فيه الإيمان. تؤمن بماذا؟ الإيمان بغيب وإلا لا؟ أما بالشاهد والحاضر تؤمن به؟ هذا إيمان؟ ما هو بإيمان.
وقد علمنا أول آية تظهر أن الشمس تطلع من مغربها. إذا طلعت احلف بالله الذي لا إله غيره أن من كان مؤمنا فهو مؤمن ومن كان كافر فهو كافر ولا يدخل في إيمان قط. أغلق الباب. هل هذا من قول الشيخ وإلا من القرآن؟ أنسينا قول ربنا من سورة الأنعام التي ندرسها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ثم يؤمنون؟ إذا شاهدوا الملائكة آمنوا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن هذه الدار دار امتحان وابتلاء وعمل، وإلى دار مالا دار عمل، والجزاء متأخر. فإذا أراد الله أن ينهي هذه الدورة لاحت علامات النهاية، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وهي إذان باختلال الفلك، فلهذا انعكست الشمس، إذان بخراب الكون، إذ هذه الأكوان كلها تتبخر وتصبح سديما وبخارا، لا شمس ولا قمر ولا فلك ولا ولا. معاشر المستمعين، أنتم على علم بما تسمعون؟ أو أكرر القول، قال بعيدا غير أن للأرواح، وسواء كانت في عليين مستودع الأخيار أو في سجين مستودع الأشرار والعياذ بالله، اتصالا مباشرا بالقبر الذي ضم رفاة صاحبه، الرفاة العظام واللحم الذي ذاب. وأودعت جثته فيه، وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم اليوم بين محطتي الإرسال والاستقبال، وبذلك يتم معرفة الزائر للقبر والمسلم على صاحبه. بهذا الآن تمشي للبقيع: السلام عليك يا شيخ فلان، والله يرد عليك السلام ويسمعك، وين هو؟ في العلو في مكان أعلى لا سلكي. أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع ويسلم عليهم، لو كانوا ما يسمعون ولا يردون إلاش يسلم يلعب يعني؟ قال: وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم اليوم بين محطتي الإرسال والاستقبال، وبذلك يتم معرفة الزائر للقبر والمسلم على صاحبه.